دي اعتقد يا فاروق هتليق عليك جدا، معرفش ليه انا حاساها دي بتاعت الفيجن اللابس. دي بتاعت ايه؟ دي اللبس من الاحجار كمان اللي معروفه جدا من وقت قدماء المصريين. يعني بتعمل ايه بقى؟ دي بتشتغل على الثيرد اي، دي بتاعت الحكمه، علشان كده دايما كنا بنلاقي الفراعنه زمان، او لو احنا رحنا المتاحف بتاعتنا هنلاقي دايما التاج دايما بيبقى موجود في اللابس وبيبقى موجود في الاماتيست. فدول اكتر حجرين كانوا يعني دي بتساعد على ان انت تاخدي قرارات حكيمه. بالظبط، حلوه جدا في الديسيجن ميكنج. بالظبط، جميله قوي. دي بعدين انا عاجبني كلهم، هجيبها جيفت لاخويا فاروق. لا بجد والله، لا كمان يعني لو انا اللون شدني خلاص يبقى هي دي بتاعتي، هي دي طاقتي. دي حاجه انت محتاجها. انهي اللي شدتك يا فاروق؟ حاجه انت محتاجها. يلا وريني. الشفافه دي جميله قوي، والاصفر والبلو برضو حلوه، اللي هي الزرقاء. يعني انا عاجبني جدا التلات الوان اللي هي الشفافه اوكي والزرقاء. انا بحب كمان ان احنا نعم؟ يعني احنا ليه بنقول العين اللي العين تتشد له؟ بحب نسمع الصوت، يعني الصوت اللي جوانا الداخلي. بالظبط، بيودينا ناحيه ايه غالبا بيبقى صح. يعني لو انا عيني مشدوده للون ده انا غالبا محتاجاه. طب انا كده محتاج كل حاجه بتالي. انا كده عايز اتعالج. انا عايز اتعالج يا مجدي، انا عايز اتعالج.